ومتابعينا بصباحنا لليوم، ووصلنا لفقرتنا التالية. فضمن رحلتنا الصباحية رح نسلط الضوء على أنشطة نقابة صيادلة فرع دمشق، وتحديدا دورات والمؤتمرات يلي بتم عقدها، وأيضا موقع فرع دمشق مع الصيدلانية. بيان محمد الفرع عضو الهيئة العامة لفرع دمشق لنقابة الصيادلة وعضو اللجنة العلمية الاجتماعية لنقابة الصيادلة. نقول صباح الخير، اهلا صباح وسهلا النور. فيكي. صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا اهلا فيكي. فيكم. بالبدايه خلينا نتعرف من حضرتك على انشطتكم ودوراتكم التدريبيه اللي عم بتكون بفرع دمشق لنقابه الصيدله. الصراحه فرع دمشق لنقابه الصيادله نشاطاته متعدده. بدايه والشيء الاكبر هو المؤتمرات اللي بتقدمها، سلسله من المؤتمرات. هي دائما بتاخذ محتوى ايام دمشق الصيدلانيه العلميه. هي تقريبا اليوم صارت تقريبا 6 سلاسل، بتصب دائما باعطاء اخر الابحاث يلي صايره والمستجدات الصيدلانيه. بالمؤتمرات بيكون في عنا جانب كتير كبير بالمحاضرات يلي بتتقدم من قبل أكاديميين، وفي دعم لأقسام البحث العلمي للأبحاث يلي عم تصير عنا بالبلد، سواء بالجامعات السورية كافة وبالمراكز البحثية الخاصة والعامة. هاي المؤتمرات كلياتها عم تصب بصالح تسليط الضوء على آخر المستجدات والأبحاث. دائما بيرافقها طبعا معرض لحتى يورجينا شو في اليوم شركات دوائية رائدة بالصناعة الدوائية. هذا ما يخص المؤتمرات الصيدلانية. النشاطات الثانية اللي عم تصير بفرع دمشق نقابة الصيادلة هو أصدرت مجلة اسمها داماس فارما، سلط الضوء كمان هلا نحن بأزمة الكورونا واللي هو عم يصير بمنح، يعني دائما الأبحاث مختلفة، فكمان سلطت الضوء على موضوع آخر الأبحاث ما يخص الكورونا، وطبعا عناوين مختلفة سواء كانت علمية أم اقتصاديا شو صار بكورونا. هذا الجانب الثاني من نشاطات فرع دمشق. النشاط الأساسي واللي هو تقريبا عمره اليوم تقريبا 3 سنين عم ينشغل عليه هو مركز التدريب والتطوير المهني. مركز التدريب والتطوير المهني عم يقدم سلسلة من الدورات. هاي الدورات يلي عم تنعطى عم بتكون موجهة أكثر للخريجين الجداد، للصيادلة الفريش، وفي صيادلة كتير كبار بيقول لك أنا بدي راجع معلوماتي، بدي شوي أعمل ريفريش. هاي الدورات أول شيء بتخص الملازمة الصيدلانية. ما بعرف إذا بتعرفوا شو يعني معنى كلمة الملازمة الصيدلانية. هي نحط الشخص بموقع إنه هو كأنه بصيدلية، فعم بتقدم هذا الشيء بخصوص إنه بتعطي محاضرات كأنه هو بواقع العمل. كتير بيعانوا الطلاب إنه نحن ما عم نلاقي صيدليات نداوم فيها، ففرع دمشق عمل دورات متتالية بسلسلة متتالية من الملازمة الصيدلانية بتقدم لهم كافة العناوين اللي هي ممكن يخدعوا أو يتطرقوا إلى بقلب الصيدليات. هذا الجانب الأساسي والاعتناء الأساسي من النقابة. الاعتناء الثاني بالدورات الملازمة، عفوا بالدورات اللي عم تصير بالنقابة، هي التدريب للامتحان الوطني. اليوم طبعا نتمنى له التوفيق إنه بهالساعات، هلا خلال ساعة يمكن عنا امتحان وطني لطلاب الصيدلة، إن شاء الله من هيك بنتمنى لهم التوفيق. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. فنقابة تقريبا صلى عمر عم تقدم سلسلة من المحاضرات المجانية بيقدمها يعني دكاترة من الجامعات، معيدين بالجامعات، عم تنعطى بشكل مجاني جلسات متتالية خلال السنة بتسهل دخولهم للامتحان الوطني. هنا إن شاء الله هيك موفقين في اليوم. الشيء الثاني كمان بالدورات بتخضع فيها اللي عم تعملها هي دورات سوق العمل. يعني اليوم نحن وقت طالب بيتخرج بيقول لك انا يا بدي اشتغل بصيدليه، فبنقول له في لك دوره ملازمه صيدلانيه، او بدي اعتني بموضوع الدعايه الطبيه كمندوب علمي او برودكت مانجر او اي شيء ضمن قطاع سوق الدعايه الطبيه، كمان هو رح يكون له دوراته الخاصه. وبنفس الوقت في شيء انه محاسبي ممكن يعملوا له دورات محاسبه صيدلانيه، كمان هي تم اجراءها بنقابه صيادله دمشق، اضافه لاسس قراءه التحاليل الطبيه. هذا الشيء اللي احنا بنتعرض له بالصيدليات، تبع خذ اقرا لي هالتحليل، يعني بدنا نحاول قدر الامكان يكون في قراءه صحيحه وعلميه ضمن اختصاصنا، يعني لحد معين انه كصيدلاني فيني جاوبك هيك الإحالة بقى للطبيب. نعم. طيب خلينا نحكي بموضوع كتير مهم، هو يعني أكيد بالسنوات الماضية وسنين الحرب
كثير صار عنا شح بالأدوية، معامل راحت، يعني ما عاد فينا كمان نجيب من برا أدوية، فصار في عنا مشاكل بالأدوية. ولكن صار في بديل. اليوم قديش مهم الطالب أو الصيدلاني، خلينا نحكي إنه هو يعرف يعني بعض التركيبات الملائمة، لأنه مو كل الناس بهذا الوقت ما عاد تروح عند دكتور، فمنحس إنه صيدلاني هو الملجأ لأغلب الناس. اليوم خلينا نحكي عن هي النقطة والأخطاء اللي ممكن هي ترتكب، يعني الأخطاء يعني اللي ترتكب بحق الناس يلي أكيد ما قدران يتروح دكتور. هلا ليس بعض لازم يعرف بعض هو لازم يعرف كل شيء صراحة. تمام. اليوم الصيدلاني وقت بيطلع، واليوم مثل اليوم قدم فحص وطني ونجح فيه، فهو صار يعني مسموح له بمزاولة المهنة، فهو المفروض يعرف كل شيء وليس بعض الشيء صراحة. اليوم كلمة الشح بالأدوية، للأسف نحن أكيد بوضع اقتصادي، بوضع يعني حصار بالبلد، ما نو سهل حتى المواد الأولية تماما. يعني هو اليوم أنت موضوع استيراد المواد الأولية هو هي لحالة مشكلة كبيرة الصراحة. لكن وجود كلمة البدائل، أكيد اليوم الطبيب المفروض يكون عنا يعني يساعدنا ويساعد المريض، إنه وقت بدنا نكتب وصفة طبية يعني نحن كصيادلة خليك واقعي، تمام، خليك واقعي إنه اليوم ما في، يعني ما في هذا الدواء بهذا المعمل، ما في، بدنا اياه نكتب البديل ونريح المريض. لانه انا فعلا اليوم بصيدليتي بزعل على المريض، عم يدور يعني، وانا عم يدور وانا بعرف عم يدور على فراغ. فلو الطبيب بيكتب له البدائل مشان نحن نشتغل بشكل قانوني، تماما، نبدل بقانونيه، لانه الدكتور، لانه نحن بدنا نلتزم بالنهايه بوصفه طبيه، فبدنا نمشي بنظام قانوني. الطبيب اذا ما كتب لي البدائل، مو دائما انا عندي هي الاريحيه القانونيه، لكن بدنا نكون واقعيين. فكرة البدائل هي اليوم هي المطروحة. طبعا احنا بس هيك يعني توضيحا للأخوة انه شو هو البديل. البديل هو التركيب العلمي نفسه باسم تجاري آخر فقط، يعني هو اللي اختلف الاسم التجاري ولا هي المادة الأولية ذاتها. فمثل هيك دورات عم قلك عليها، هي عم تعلم الصيدلاني اللي طالع فريش من جامعته اني انا اعرف شو يعني اول شيء قانونيا شو مسمح لي، لانه نحن بالنهايه قطاع تابع لقانون معين، يعني في قانون بصرف الادويه، في شيء اسمه قانون صرف الادويه. طب خلينا نعرف شو مسموح للصيدلاني، شو يعني اذا فات مريض لعنده قال له انه انا هيك 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 عم يوجعني. تماما، اول شيء صديقتي وقت بدنا يفوت المريض على الصيدليه، في شيء اسمه ادويه الاو تي سي اوفر ذا كاونتر، هي الادويه المسموح صرفها بدون وصفه طبيه. نحن للأسف ببلدنا الناس كلها معتبرة دواء الضغط ودواء السكر over the counter، هذا طبعا شيء مرفوض. يعني اليوم الصيدلاني إذا بيعرف شو قوله وشو اللي عليه، هذا الموضوع طبعا بيحيل لطبيبه، أبدا ما بيتصرف من عنده. لكن موضوع ممكن زكام معين، سعال، في أسئلة معينة نحن بنسألها بخوارزمية علاج، بنسألها وبنعرف شو الخيار الصح في حال الشخص مدرب بطريقة صحيحة. يعني هو أكيد الجانب الأكاديمي مهم جدا، بس بدك بقى تدريب على أرض الواقع، شو عندك أسماء تجارية بتخدم هاي الأسماء العلمية اللي هو بيعرفها بالجامعة. يعني أسماء العلمية أوكي كتير شيء جميل، بس بدك شو التركيبة اللي هي بتعمل هالتوليفة الاسم التجاري تبعه، بده يعرف بقى يصد هالفجوة بين الشيء الأكاديمي والعلمي. بهيك دورات اللي بنعملها دائما هاي الفجوة اللي عم لك عليها هي اللي بدنا نسدها. طبعا موضوع ضغط، موضوع سكر، واجعني هيك، في دائما في شغلات لها استطباب ومضاد استطباب. يعني المريض وقت بده يفوت على الصيدلاني بده يعرف انه هو اكيد ما حيقول له ضغطي طالع ولا سكري طالع، هي الشغلات شغلة الطبيب، يعني لا يسمح للصيدلاني ولا هو بيسمح لنفسه اصلا بانه يحكي فيها. اما موضوع أمراض تحل بموضوع التسكين، سعال، ارتفاع بمسكنات. حرارة بسيط بمسكنات، طبعاً بده يسأل، يعني برضو بده يسأل إنه في إنه معك مثلاً بده يعطيه زمرة من زمرات العالم بتخاف إنه هو الديكلون، مثلاً بده يعرف هل الديكلون دواء مثل أي دواء، يعني ما له، يعني مو هو الرعب ولا هو الشافي المعافي. هو له استطبابات وله مضادات استطباب. مريض كلية ما بعطيه، مريض أرحم ما بعطيه، مريض ضغط ما بعطيه، مريض ربو ما بعطيه، فبدي أسأل. دكتور عم تحكي عن حساسية معينة أو أمانة علمية أو مهنية عالية لازم تتواجد عند مختلف الصيدلانيين. خلينا كنت عم تركز على النقطة على موضوع التدريب، قلتي لازم يكون خاضع للتدريب. صحيح. جيد، التدريب عم يكون مختلف يعني ممكن كل صيدلي يخضع لتدريب مختلف أو يتأثر بتدريب مختلف عن الثاني. وبدنا نسأل سريعا كيف يسجلوا بهي الدورات أو يلتحقوا بهي الدورات.
رح جاوبك من الأخير. كيف بيسجلوا بهي الدورات؟ طبعا. دائماً على صفحة دام فارمسي، صفحة نقابة صيادلة فرع دمشق، دائماً إعلانات هاي يعني الدورات كلها موجودة، دائماً في متابعة، وهي سلسلة يعني هي مجانية؟ دورات الملازمة لا، بس الوطني، بس هي مبالغ رمزية مانا كبيرة يعني. هي طريقة التسجيل فيها وكيف بيدروا فيها. طبعا نحن كصيادلة اكيد عندنا جروباتنا وقلنا كذا على الفيسبوك، ففيهم يتابعوا هذا الموضوع ومنشور. اضافة هلا بنهاية الحديث بدي احكي عن الويب اللي هن عن طريق الويب سايت اللي النقابة اللي بده يعني ينطلق ان شاء الله بالفترة القريبة، كمان فيهم يعرفوا كل شيء، كل شيء صار وكل شيء حيصير. بينما موضوع التدريب الجيد، كل ما حتشوفي انماط ناس مختلفة، كل ما حتشوفي انماط تدريب مختلفة. يعني انا بفوت بتدرب لعندي بالصيدلية حينخضع على نمطي انا، وحيفوت يتدرب عند الصيدلاني هذا حيخضع على نمطه هو، كل حدا حيخضع على نمط صيدلاني، وبعد فتره بصير هو عنده نمط. طبعا بده بقى هي التهجينه يلي بدها تصير، انه هو له شخصيته واخذ من شخصيه وعلم الصيدلاني يلي معه. طبعا هذا الشيء بده يتم بمهنيه، بحرفيه، ضمن قانون معين. مثلا اليوم بيفوت على الصيدليات كثير ضروري يعرف قانون صرف الادويه النفسيه والعصبيه. اليوم هذا الموضوع في مسؤوليه كبيره، في مسؤوليه وكثير كبيره، يعني هي مسؤوليه اجتماعيه مو بس طبيه، لانه اليوم نحن وقت بنضبط هذا الشيء عم تضبطيه مجتمعيا، انه مجتمعك ما يخضع لا سمح الله لابيوز معين او استخدام خاطئ معين لادويه. فانا الصيدلاني المتدرب اكيد هو هذا الموضوع بالجامعه تعلم شو هي هي الادويه، بس ما تعلم طريقه صرفها. وين بيتعلمها؟ بالحياه العمليه. بهي الدورات بنعطيهم اياها. طبعا هي الدورات دائما فرع دمشق بيامن صيدليات يتدربوا عمليا عندهم بعد ما تدرب عنده النظري. فبيفوت على الصيدليه بيشوف فعلا شو يعني دفتر نفسي، كيف بستلم الادويه النفسيه، كيف بخرجها، كيف بقارن وصفاتها، كيف بعرف الادويه النفسيه يلي بدها تنعطى ما بتنعطى، شو شروطها. هي الشغلات هو بده يتعلمها جوا نمط الصيدليه. فهون هو وحظه بقى الصيدليه اللي بيقعد فيها شو نمط الادويه اللي بتتحرك فيها. تمام. نعم. كمان خلينا نحكي اليوم يعني بسوريا طلابنا المتفوقين دائما يعني نرفع راسنا فيهم، وايضا في جهود كثير مبذوله لانجاح دراستهم الاكاديميه بشيء عملي. صحيح. على ارض الواقع اليوم هي الدورات قديش هي مهمه، وخاصه بظروف الناس اللي قلنا انه هي شيء رمزي، هي شيء عملي. ملازمه بمكان لازم. نعم. خلينا نحكي عن أهمية هاي الدورات، ونحن برغم الظروف وبرغم كل شيء نحن اليوم قديش يعني قديش عم نواكب تطورات وعم نتأقلم مع شح الأدوية. هلا أول شيء أهمية هاي الدورات، دائما الدكتورة عليا الأسد هي نقيب صيادلة فرع دمشق بتحث على شيء اسمه التعليم الصيدلاني المستمر. فنحن وقت بنكون عنا شيء اسمه تعليم مستمر، فنحن مستمرين مع الواقع حتى اللي نحن فيه، هو بتوافر، وإن شاء الله يا رب دائما يعني بتبقى الخير بيرجع بيعم إن شاء الله بإذن الله. هو بشح، نحن بظروف كلياتنا عم نخضع لها سوا. فطول ما هو تعليم صيدلاني مستمر فنحن عم نستمر مع الواقع يلي نحن ماشيين فيه. اكيد لكل شيء يعني لكل مشكله لها مخرج. ما مخرج الأدوية هو مثل ما قلتي حضرتك يعني ببداية اللقاء هو البدائل. هون بدنا مساعدة الطبيب حتى نحن المريض يصل لعلاجه من دون أي مشاكل، من دون أخطاء ترتكب بحق المريض. يعني فعلا أنا بعرف أنه في أخطاء كتير ترتكب، ممكن من قبل طبيب، ممكن من قبل صيدلاني، ممكن من المرضى نفسهم، لأنه أنت بتعدي اليوم بمجتمع أنا متأكدة عايشين هذا الموقف تبع بيوصفوا لبعضهم. إيه طبعا. يعني بتكوني قاعدة يعني صيدلاني قاعد على الكنباية جنبه، وأنا أخذت هذا الدواء جربيه لا وبنصحك فيه وممتاز ورائع، هو بيكون دواء بده وصفة. يعني أنا بعتب هداك اليوم على الراديو عم بسمع مثلا أنه طبيب عم يوصف يلا وخذ من هذا الدواء. طب هذا الدواء أنت عم تقول للمريض خده، هل تعلم انه هو بده وصفه وبده اجراءات معينه؟ يعني حتى لو وصف لنا يا دكتوره في نشره عن الاثار الجانبيه بشك انه حدا بيقراها يعني. هلا مو محبس كمان يقراها، احيانا في ناس احيانا بيقولوا شغله يلا هي طلعت فيني المشكله، هي المشكله طلعت فيني وايه والله وصارت معي. هلا هو دائما بنسمي الصيدلاني هو الملتقى الاول والاخير للصيدل يعني للمريض، بيضل يعني اللقاء مع الطبيب صعب
واللقاء مع الصيدلاني نعم. بيصير فريندلي اكثر بيسالوا له طمعه فيه اكثر يعني احيانا فعلا اسئله اوكي يعني هو بالنهايه لقاء مستمر وبيكون بطريقه فريندلي مو اكثر. نعم خلينا قبل عفوا ما نختم بدقائقنا القليله نسال سؤال يمكن خلينا ناخده من مصدر موثوق انه بنشتري دواء بنلاقي فيه مده نطلع التاريخ هي اذا طلعنا باقي له شهر او نص شهر بطلعه. هي اذا طلعنا هلا عن جديد صرنا نطلع باقي له شهر او نص شهر او هلا بده يخلص تاريخ الانتاج بيكون خالص المده عفوا مده الصلاحيه فهون نحن بتقلنا الصيدلانيه او صيدلاني معلش ما بتخلص مدته هيدا ما بتخلص مدته خلينا نحكي اذا بتريدي بدقائق وباختصار عن هي الحاله موضوع انتهاء الاكسبايري او بنسميه نهايه الصلاحيه قانونيا ممنوع بيعه اذا بدك تساليني قانونيا ممنوع بيعه هلا هو فعال ولا لا كثير اختلفوا عليها أوكي. بس اعطيك اياها هيك بخلاصه بسيطه انا كصيدلانيه ما بقتنع انه دواء انتيبيوتيك اخذه بعد الاكسبيري لانه له اثاره اطرات عينيه ما بستخدمها بعد انتهاء صلاحيتها ممكن فيتامينز اتجاوز ممكن مسكنات اتجاوز نعم. اكيد نعم بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا الصيدلانيه بيان محمد الفره ولكل المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها الله يسلمك شكرا كثير شكرا كثير واكيد يعطيكم الف عافيه وموفقين لكل طلابنا حبيبتي. شكرا كثير لك